الباحثون السوريون. سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. الحمية النباتية والخضرية، فوائد ومحاذير. أثبتت الدراسات والأبحاث السريرية خلال العقدين الماضيين امتلاك الأشخاص الذين يتبعون الحمية النباتية عدة ميزات، أهمها وزن أقل، حيث بيّنت دراسة أجراها مركز السرطان في المملكة المتحدة على 22 ألف شخصاً ممن يتبعون حميات مختلفة ولمدة 5 سنوات، أن الأشخاص الذين استمروا بتناول اللحم خلال فترة الدراسة ازداد وزنهم أكثر من الأشخاص الذين غيروا حميتهم واتبعوا الحمية النباتية. مستوى الكوليسترول أفضل، حيث أثبت علماء من جامعة تورنتو ومشفى سانت مايكل أن الحمية النباتية التي تحتوي على كميات مرتفعة من الألياف كالشوفان والشعير والمكسرات وخاصة اللوز وبروتين الصويا والسمن النباتي يمكن أن تخفض مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة كفاءة المعالجة الدوائية بعقار يسمى لوفاستاتين، وذلك بنسبة 29% مقارنة بنسبة 30% للعقار. متوسط حياة أطول، بيّنت العديد من الدراسات أن الأشخاص النباتيين هم أقل عرضة للإصابة بالبدانة والسكري والسرطانات والأمراض الدموية والوعائية والتي تلعب دوراً في تقصير متوسط عمر الفرد. أما الحمية الخضرية فتتمتع بنفس الفوائد السابقة والتي تعود إلى الحمية النباتية، وكما ذكرنا في مقالنا السابق عن الحميات الأشهر في العالم، يضاف لما سبق مجموعة من الفوائد الأخرى التي تخص البيئة، حيث أن الخضريين لا يتبعون هذا الأسلوب لأسباب صحية فحسب، بل لأسباب بيئية وأخلاقية رحيمة أيضاً. فهم يعتقدون أن أساليب الزراعة المكثفة الحديثة سيئة للبيئة ولا يمكن تحمل نتائجها على المدى الطويل، كما يؤمنون بأن الاعتماد الكامل في الطعام على المصادر النباتية سوف ينعكس بالإيجاب على البيئة، كما أن الحيوانات ستعاني بشكل أقل وتتكاثر بشكل أفضل. وطبعاً مقابل تمتع البشر بصحة جسدية وعقلية أفضل. محاذير اتباع هذه الحميات: تعتبر الحمية الغذائية المتوازنة والمتنوعة الوسيلة الأكثر سلامة للحصول على حاجة الجسم من العناصر الضرورية للنمو وبناء الخلايا، وكلما ازدادت الانتقائية في الحمية المتبعة ازدادت معها صعوبة الحصول على الكميات الكافية من هذه العناصر، الأمر الذي يضع عقبات عدة أمام النباتيين والخضريين فيما يخص قلة تنوع الطعام المتوفر ومحدوديته. يضاف إلى ما سبق بعض المشاكل الصحية التي سنأتي على ذكرها فيما يلي مع ما يناسبها من الإجراءات اللازمة. مشكلة البروتينات والأحماض الأمينية، وهي مركبات أساسية لبناء الخلايا والأنسجة في الجسم، وتقسم الأحماض الأمينية إلى مجموعتين: الأحماض الأمينية الأساسية والأحماض الأمينية غير الأساسية، حيث تتميز الأولى بأهمية عالية لعدم قدرة الجسم على تركيبها، وتعتبر المنتجات النباتية فقيرة بها في حيث تعد اللحوم مصدرها الأساسي، وهذا ما قد يسبب مشكلة للنباتيين والخضريين. هذه المشكلة تعتبر أقل خطورة عند النباتيين الذين يتناولون الحليب والألبان والأجبان والسمك والبيض، ولكن الخضريين يحتاجون لتناول أطعمة خاصة بهدف تزويد أجسامهم بكميات كافية من هذه المركبات الضرورية. ومن تلك الأطعمة نذكر المكسرات والفستق والفول والبازلاء ومنتجات الصويا والبروتينات الفطرية التي تشكل مصدراً بروتينياً مناسباً لمتبعي الحمية الخضرية. يحتل الحمضان الأمينيان اللايسين والميثيونين أهمية خاصة نظراً لوجود نقص كبير في محتوييهما في المنتجات النباتية، ويلاحظ انخفاض نسبة اللايسين وارتفاع نسبة الميثيونين في الحبوب كالقمح والشوفان والأرز، في حين يكون الأمر معكوساً في البقوليات كالفاصوليا والبازلاء. وقد أدى هذا التنوع في المحتوى إلى ابتكار ما يسمى البروتينات التكميلية،
وتعني أن اعتماد خليط من الحبوب والبقوليات معا في الوجبة الغذائية سيجعل الوصول إلى المحتوى اللازم من الأحماض الأمينية الضرورية أمرا سهلا، وكما يبدو أن وجبة المجدرة أفضل مما كنا نظن. مشكلة الفيتامين B12، مصدره الوحيد هو المنتجات الحيوانية كاللحوم والبيض، ونقصه يسبب مشاكل خطيرة مثل تلف الأعصاب وانخفاض الطاقة وغيرهما، وهذا ما يجعل النباتيين والخضريين عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12، وخاصة النساء خلال فترات الحمل والرضاعة. وقد فسر الباحثون هذا الأمر بعدم قدرة الجسم البشري على استخدام الشكل النباتي للفيتامين بشكل فعال حتى وإن كان موجوداً بكميات ضئيلة. وعليه توصي الجمعية الأمريكية لأخصائي التغذية بتناول النباتيين والخضريين لمكملات فيتامين B12 أو الأغذية المدعمة، وخاصة النساء، لضمان نقل ما يكفي من هذا الفيتامين إلى الجنين والرضيع. مشكلة العناصر الصغرى، بالإضافة لفيتامين B12 قد يعاني متبعو النظام الخضري نقصا في بعض العناصر الصغرى الأخرى مثل الفيتامين D والأحماض الدسمة من نوع الأوميغا 3 إلا إذا تناولوا مكملات غذائية أو أغذية مدعمة بهذه المكونات. كما يمكن أن يعاني الخضريون في بعض الحالات الخاصة من نقص في الحديد والزنك أيضا. أخيراً، وعلى الرغم من احتواء الحميتين النباتية والخضرية على كميات أقل من الدهون المشبعة وأكثر من الألياف، إلا أنه لا بد لمن يتبعون إحدى هاتين الحميتين من مراقبة مدخولهم من الطاقة إلى جانب اتخاذ الحيطة تجاه ما يتناولونه من الوجبات الخفيفة والوجبات السريعة النباتية والسكريات المحولة والحليب كامل الدسم. شكراً لحسن استماعكم.